للمزيد حول جرحى تظاهرات ثورة تشرين والمعاناة المزدوجة التي يلاقونها من الإصابة والمعاملة الحكومية، أيضا ينضم إلينا السيد علي كاظم ممثل جرحى ثورة تشرين في البصرة عبر الهاتف من هناك. أستاذ سيد علي، مرحبا بك. بداية، لو أطلعتنا على أعداد مصابي ثورة تشرين في البصرة. السلام عليكم، تحية للأستاذ وللضيف الكريم. أنا علي كاظم، ممثل جرح ثورة تشرين في البصرة. أهلا بك. الأعداد اللي عندنا اللي رسمية هي أكثر من 420 جريح غير المعاقين. يعني هل كلهم في التظاهرات أم أن هناك من أصيب في أثناء التظاهرات؟ كلهم جرحى تظاهرات أكيد، يعني هذه حصيلة 2020 2019-2020، أما 2018 ما حاسبينهم لحد الآن. ماذا عن اعتصاماتكم أمام دائرة الصحة في محافظة البصرة؟ اعتصامنا كان على دائرة صحة البصرة بعد تسويف المطالب، بعد المماطلة من حكومة الطاغمي اللي وعدت، طبعا كلكم شفتوا إعلامهم، واللي وعد أنه يطلع طارد العراق المحتاجين عمليات، واللي ما يصيرهم عمليات بالعراق، واللي عمليات يصيرهم بالعراق وما عندهم إمكانية. فكان وعود من الحكومه والحكومه المحليه والمركزيه نفس الشيء. يعني فهم طلعوا نبذه يعني مختصره اللي عندهم عرف، يعني اللي اقارب وكل شيء طلعوهم اعلاميا، اما البقيه نهائيا وقابلوا بغداد، طبعا ما قابلوا الكاظم من جرح البصره، قابلوا وزير الصحه وعندهم كتب موجوده، كتب عندنا اللي محتاج عمليات قابلوا وحولهم على دائره صحه البصره اكو بهم. نعم، من هم المسؤولون الذين يعني قابلتموهم في محافظة البصرة؟ ما في مسؤول قابلنا، العيداني رفض أن يقابلنا، والعيداني قابل عوائل الشهداء، وعلى مود كانت دعاوى مرفوعة ضده بس ما حد يدرس ولا شيء. فاتجهنا دائرة الصحة لأنه بعد نسب العجز اللي قام يعني نهائيا كله صفر، نسب العجز عندنا معاقين، عندنا ناس مضررة مكتورة عرجيها، نسب العجز صفر. طلعنا وقف احتجاجي على دائرة الصحة وطالبنا نزول الدكتور عباس التنيني، طبعا رفض نهائيا ينزل عندنا، ما قابلنا وما رضى يقابل اي جريح، وصعدنا ما قابلنا. يعني الحكومة أرسلت بالتهاني إليكم إلى المتظاهرين ثورة تشرين بمناسبة مرور عام على الثورة، أمر غريب أنه لا تتم مقابلة يعني متظاهرين يطالبون بإجراء عمليات لإصابات ضمن المتظاهرين السلميين، يعني ما نوعية هذه الإصابات؟ هل حدثتنا سيد علي؟ عفوا ما سمعت السؤال. ما هي نوعية هذه الإصابات؟ نوعية الإصابات اكو يعني بينا جرحى اللي مكتورة رجله، اللي يحتاج عملية مثل العظم بدا يطلع العظم، لأن عمره 18 سنة بكره رجله، فبقى العظم يطلع يعني شق اللحم وطلع من أدنى نعم. واكو بيهم يعني سرعتهم سريع، ضرب بالحبل الشوكي، يعني ضرب بالحبل الشوكي صار انه تقرحات، يعني ما يقدر يتحرك ابد، وبيهم رجليهم محتاج عمليه، بيهم سقوط، بيهم رجله اللي وقفت يحتاج لعمليه ربط قريب وربط اورده، يعني ذني موجودات عندنا حتى الان. وبعد انا اللي عندي ضرر بالعصب الصدري وما صارت اي اثاره وبقى هي. يعني هل تمت إحالتكم للجان طبية لبيان نسب العجز، لا سيما يعني وأنت تحدثت عن إصابات بالغة وكذلك بتر للأطراف وما شابه؟ بتر، وعندنا جريح اسمه حيدر انضرب بخانية براسه وراحت عينه، يعني خلاص واحدة من عينه ما تشتغل، فاتحين راسه من هنا من بين 20 نسبة العجز مالته. يعني لم يتم إحالة الجرحى إلى لجان طبية؟ لا، اللجان الطبيه اللي تنطيك نسب العجز يعني يحكي عليها ما ينطون نسب العجز، يعني بالدستور العراق قانون الصحه مثل هسه انا اللي عندي ضرر عصبي الكعبري من 20 الى 30 العجز، اروح ينطيني خمسه جماعه انضرب قضيه براسه وصار عنده فطر بالجمجمه يعني وشعب فطر، فراح له يقول له ما انطيك لك صفر، ليش؟ قال له الا يصير عندك ثلاث يلا انطيك نسب عجز. نشكرك شكرا جزيلا وكان الله في عونكم سيد علي كاظم ممثل جرحى ثورة تشرين في البصرة، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة البصرة.